وسهلا يا اهلا وسهلا. الغرفه نورت، الغردقه كلها نورت يا فندم، الغردقه كلها نورت. استغفر الله العظيم، ما بسلمش على رجاله. في حاجات اهم من السلام. فهمت. خلي والله يا فندم انا اخدم حضرتك من غير اي حاجه. اتفضل. ايه ده يا فندم، انا اعمل بيها ايه؟ ابيعها في الحسين دي ولا ايه؟ لا، سبح بيها، اذكر بيها ربك. ما انا بسبح على ايدي يا فندم. احسن، هات، وفرت. ايوه كده، خلينا في الكاش احسن. كتر الله من امثالك. ومن امثالك. استرها يا رب. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة يا أخت رئيسة. طبعا أكيد أنت دلوقتي وصلتي للفندق الملعون. أنت عارفة أنك أمامك دقائق معدودة وحتبقي في زمرة الشهداء الصالحين. أحياء عند ربهم يرزقون. نحن من السابقون وأنتم اللاحقون يا مولانا. اسمعي يا أخت رئيسة، أنا عايزك بهدوء تفجري نفسك في وسط الأوتيل. الفندق الملعون ده تفجري نفسك في وسطيه. الفندق اللي بيبيع الخمور، اللي بيستقبل السائحات الكاسيات العاريات، اللي بيسهل الدعارة بكل اللغات. والله أنا ما خايفاش غير على أخوي عبد القوي. أنت عارف يا مولانا ملوش حد غيري. ما تقلقيش على عبد القوي، ده في عينينا. إحنا حنعلمه أحسن تعليم. إحنا بالفعل من دلوقتي قدمنا له في مدرسة عثمان محرم الابتدائية المشتركة. يا بخته. بارك الله فيك يا مولانا. بعد هالك وبعد هالك عادي رئيسة تمسك كده. شرف الشهادة أغلى من متع الحياة. أيوة جاية. حاضر. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ده كومبليزون من الأوتيل. واه، كومبليزون؟ لا، الكومبليزون ده يجي بعدين، احنا لسه في فترة التعارف يعني. لا، دي هدية، هدية من الأوتيل. ثانية واحدة. اتفضل. ايه ده؟ بقشيش. طب بذمتك ده شكل واحد ياخد 2 جنيه بقشيش. ما انتوا ما بتحبوش السبح. لا حضرتك فهمت غلط. أنا فارس قنديل، صاحب الهلومة دي كلها، صاحب الأوتيل. ما تأخذنيش، بس صاحب الفندق جايب لي الفاكهة بنفسه؟ ما هو ده أنا مش بعمله مع أي حد، ده بس مع الناس اللي يكون وشها سمح زي حضرتك كده وأمارات وحلوين. استغفر الله العظيم. اسمحي لي بقى النهاردة إن أنا أعزم حضرتك على كوكتيل في الجنينة بتاعت البيتش بار، نقعد نشرب 2 كوكتيل مع بعض. بار! ممكن! استغفر الله العظيم. لا لا، كوكتيل عصير يعني، فواكه على بعض. فهمت. يعني احنا هناخد الفاكهه دي ونعصرها هناك؟ لا لا لا، هم عندهم الفاكهه بتاعتهم. حضرتك خدي انت الفاكهه دي وعصريها عندك بمعرفتك. كتر خيرك. وخدي كمان حضرتك ال 2 جنيه بقى، ما لهمش لازمه. كتر خيرك. خساره يتفجر ده. مع السلامة مولانا، نورت الأوتيل، مليته سعادة وخير وبركة وبقشيش وتبس. بالنسبة للتبس بقى ما تشيلش همه، لو ما دفعتوش وانت داخل ادفعه لي وانت خارج. هديك اللي انت عايزه، بس ادعي لي اخرج من هنا على رجلي اريح على قدمي. ادعي لي انت يا مولانا، انا بمر بظروف صعبة قوي يا مولانا، والعيشة مرة والحالة ضنك وعليا ديون. خلاص خلاص، اتفضلي المفتاح بتاعك ومشيني من هنا بسرعة. ايوه كده، فرحت قلبي يا راجل. والله المكان ده ما هو قيمتك، قيمتك اكبر من كده بكتير. اتكل على الله. الله يكرمك. تيكي على فين؟ راح فينا مولانا؟
انت عايز تمشي من ورايا؟ هستنى ايه تاني يا متر؟ المره اللي فاتت حطوا لي منوم في الشاي، المره الجايه هيحطوا لي سم وانا ما بحبوش. اي لا اريده. لا المره دي ما حدش يستجرى يهوب لك تاني. ولا ايه يا نسا فريده؟ طب خلاص خلاص يا متر، صاحبك فارس ما بينلوش جواز. لا انت بتقول يا مولانا، العروسه ظهرت اخيرا. نعم، مين عروسته دي؟ الانسه رئيسه. انسه؟ ادهم قال لي انها مدام. اه بيضحك عليكي، دي ما بقالهاش نص ساعه لسه واصله. ما هي حلاوتها في حموتها. انت متاكد يا متر انه هيتجوز النهارده؟ اي يوم يا مولانا. خلاص هنكتب الكتاب وهنعلي الجواب ومش هتدفع الحساب، ايه رايك؟ يا رب يا رب الارباب. اه كده يبقى ضاع علينا البقشيش. تدعيت عليا ولا ايه يا مولانا؟ متاكد متاكد. استهدى بالله كده، اطلع خد دش وكوبايه برتقال وروق نفسك كده. يا رب اللهم اخرجني من هذا المكان على خير. يا رب. هيا هيا من ورا يا انسه فريده. سيلا كوكتيل مادموزيل. على الله يجي فايده. بس يا ابني بس. كان بيقول لك ايه؟ لا هو بيقول ان هو ارتاح لك قوي يعني. لا انا ما قلتش كده، انا بقول على الله يجيب فايده يعني. يا عشان يلا روح روح شوف وراك ايه. يلا والله الحقيقه الاوتيل كله ارتاح لك يا انسه رئيسه. والله ده احنا هنريحوكم كلكم. نعم. ها لا ايه لسه خايفه برضو يكون في خمره؟ لا جواف على منجا. اه على شويه كحول خفاف كده. واه لا لا بهزر معاكي بهزر معاكي. برتقان برتقان اهو. اه برتقان وفي فراوله كمان. ايوه فراوله. انت بتبصي على ايه؟ امال فين الكاسيات العاريات؟ نعم يعني فين الحريم اللي لابسين لباس البحر؟ لباس البحر؟ انا اعرف كلب البحر، انما لو مؤاخذه لباس البحر دي ما اعرفهاش. يعني فين الحريم اللي بيلبسوا لمؤاخذه المايوهات؟ اه لا ما احنا عاملين هنا نظام للاوتيل، الرجاله بينزلوا لوحدهم. والحريم؟ لا ما هناش في اول يومين دول، ما فيش حريم في الاوتيل غيرك. يعني لا منكر ولا كاسيات عاريات. هو حضرتك جايه تبوزي عندنا؟ جايه تفقدي عندنا يعني؟ استغفر الله العظيم، لا طبعا. على فكره احنا اوتيل محترم انسه الرئيسه. الظاهر كده فعلا، فندق محترم يا استاذ فايز. لا مش فايز، فارس. عايزه تفتكريها؟ فارس. بصي بقى بصراحه اخلاقك الجميله دي شجعتني ان اقول لك على حاجه حلوه قوي. اتفضل خير. تقبلي تتجوزيني؟ هو في ايه؟ انت بتبص على ايه؟ حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه هو في غيرك؟ انت بتقول لي انا الكلام ده؟ ده انا واصله ما بقاليش ساعه. لا ما احنا يعني احنا هنتخطب الاول وبعدين نتجوز كمان ساعه. اخش دنيا؟ ده انا جايه عشان اخش اخره. افندم معذره، اصلي ما بفكرش في الجواز واصل. معقوله؟ معقوله واحده في جمالك ورقتك وطعمتك دي مش بتفكر في الجواز؟ انت بتبصي في... انا بقول لك انت بتقولي انا؟ بس الدنيا دي ما فيهاش حاجه تستاهل ان احنا ندخلوها غير الجهاد في سبيل الله. ما احنا هنتجوز يعني هنجاهد برضه وهنخلف وهنجاهد ونخلف نجيب عيال كتير ونتعب في تربيتهم، كل ده جهاد اهو. عارفاش اقول لك ايه؟ انا هدفع 100,000 جنيه مهر و100,000 جنيه زي يوم مؤخر و50,000 جنيه شبكه. واه هتتجوزني بربع مليون جنيه؟ ايه قليلين؟ خلاص خلاص نخليهم نص مليون جنيه. واه واه ايه مالك؟ واه الجوافه فيها خمره؟ الجوافه؟ في دختي من الجوافه ولا ايه؟ لا ممكن تدينا فرصه افكر؟ ايه؟ قصدي يعني افكر. ماشي خدي راحتك على الاخر. انا هديك نص ساعه. يا
يا اهلا وسهلا يا اهلا بشاينا وناس تشاينا، منور الدنيا كلها يا فندم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الرشاقه دي؟ الله الله. شكرا شكرا، انت ترغي كثيرا، لماذا كل هذا الرغي؟ احنا في عيد يا فندم النهارده، انا اول ما شفتك قلبي انشرحنا. ايه الجمال ده؟ شكلها الصهد معاك يا سعد ولا ايه؟ السلام عليكم، تحياتنا هي السلام كما ترى. ايه مرتك الكومبك ده؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها، انا فعلا مرتك الكومبك، ولكن انا قريب سب زيرو. نورنا يا فندم نورنا. سعيد انت جايب لنا سلاح من الصين؟ يعني انا كنت جايبه من بيتنا؟ ايوه بس هو في صيني عنده شنب كده؟ يعني مفيش رجاله شنبات في الصين؟ طب ماشي يا سيدي، لو والدي موجوده في الصين؟ اه ما في سور الصين العظيم. ايوه صح. انت بتهبد يا سعيد، اسكت خالص اسكت. يا فندم حضرتك نورتنا ونورت مصر ونورت الغردقه ونورت القاهره. القاهره يا سلام، القاهره ونيلها وليلها وطول لياليها. انا اخب مصر كتير وخب عمرو دياب. هذه فراسه اهنيك عليها، والله لا اخبك موت واخب برج الخوت. الخوت صح؟ الحوت يا فندم. يونج يونج. شفت وقعنا بقى. يونج يونج دي انا فاهمها ازاي؟ انت بتفهم صيني؟ ما انت عارف الصيني بتاعي مكسر. طب بيعرف يتكلم انجليزي؟ ما انت عارف الانجليزي بتاعي متدمر. يعني انت مش عارف اي حاجه خالص؟ لا عارف. ايه شكله كده جاي يشرب حاجه. انت صح، الراجل خد الطياره وشنطته وجي لغايه هنا عشان قادر ياخد القهوه بتاعته على الدنيا. ده انا هعيط منك بالدموع. دموع دايما دموع دموع دموع. انت خيب محمد ضحي. عذرا هذا حماده هلال. وهنئك هذه فراسه منك. يونج يونج. لا انا مش هفهم يونج يونج دي. طب انا هتصرف. علوي تعال عدو. ايه مش انت مش كنت مصاحب واحد صيني في الفجر؟ ايه ما هذا؟ اتربون عدوي هنا؟ نعم نربي عدوي هنا، ولكن هذا من النوع الشرس، ممكن ان يهبش في الزبون. لا انه لا يهبش في الزبون، انه اليف جدا. عدوي انت مش كان ليك واحد صاحبك صيني في الفجر اللي فات الصيني؟ اه الله يرحمه مات في عز شبابه. والله كان مات عنده كام سنه؟ 101. لا فعلا في عز شبابه. ممكن تشوف الراجل عايز ايه يا جدعان؟ انتوا صدعتوني في اوضه سنجل ولا اتجنن عليكم؟ ده صيني من الطلبيه؟ فعلا هذه فراسه اهنيك عليها، انا كنت اعيش في الطلبيه وفيصل والاماكن الضحله. اذا نعرف نتعامل مع بعض. حضرتك الغرفه عايزها سنج سنج ولا دونج دونج؟ دونج دونج. مام مام ولا بح بح؟ بح بح. دفع دفع كيف كيف؟ دفع دفع فيش فيش. انه يقصد طريقه الدفع، فيزا ولا كاش ولا شيك شك شوك. شيك شك شوك. انا لا افهم شيء من هذا العدوي. عذرا عذرا انت بتتدخل، انت عارف تتكلم صيني يا ابني؟ انت اسكت انت. اتفضل يا فندم. كارت كارت. شكر شكر. عفو عفو. اوضه اوضه. وصل وصل. هري هري. غريبة ان هو فهمنا.